الملعب. فرصة تاني، فرصة تانية، ولد عملها فرجاس، عملها وكلمته قالها، وسفيان بوفال كلمة السر حرك فريق الريان كما يجب أن يكون. سجل من ضربة جزاء وصنع الأهداف ليسجل فرجاس ويتقدم الريان 2-1. فرجاس تمركز بشكل جميل، حطها الحقيقة بشكل رائع في اللعبة الأخيرة. شوف الاستلام بالدوران وبسرعة الأداء من على حدود منطقة الجزاء.